السلام عليكم، معاكم المهندس عمر المريجي. ان شاء الله هنبتدي في شرح برنامج تابس. يعني هو بنبدا بالتابس وبعد كده هنخش على السيف. يعني انا مش هتكلم عن مميزات الاتابس كتير لان انا مش ده هدفي قوي هنا. انا هدفي ابلكيشنز اكتر، ولكن الاتابس مين اللي بيستخدم في تصميم الشير وولز والكولومز. اي فيرتيكال اي فيرتيكال اليمنتس بتشيل، سواء جرافيتي لودز او بتشيل لاترال لودز. ده المين يوسج بتاعت الديلي تابس. احنا اول مرحله بنعملها عندنا بلان موجود وعايزين نبدا ندخله على البرنامج عشان نعمل له اناليسيس. فبنبدا بالطريقه اللي هي السهله المعروفه، اللي هو بنحول الموديل الفايل كات بتاعنا لدي اكس اف فايل. الدي اكس اف فايل ده البرنامج، كل برنامج يعني او كل برنامج بيقدر يفهمه بطريقه معينه، فاحنا بنشتغل دلوقتي على الطريقه اللي يقدر يفهمها برنامج الديلي تابس. هنعمل ايه؟ اول حاجه نيجي على اللايرز ونكريت مجموعه لايرز. ايه مجموعة اللايرز اللي هنكريتها؟ كريت اي لاير هنستعملها نسميها بابتها بقى تابس. فهنكريت تابس كولومز. ده اي لون، وانا بحب دايما اخلي اللاير اللي هي بتاع او اللاين ويت بتاع التابس لايرز بلاين 0.5 او حاجه، عشان يبقى سميك وظاهر انا بشتغل لو في حاجه ناقصه او حاجه تكون باينه. بعد تابس كولومز اعمل تابس وولز. وديها لون تاني مثلا اصفر. بعد ايتابس وولز هتدي ايتابس ايتابس سلابس مثلا لون ابيض. بعد كده ايتابس بيمز، حاجة هتبقى شوية زيادة عن بقية البرامج هنشوفها دلوقتي. تابس باللون ده. بعد كده آخر حاجة دلوقتي تابس اوبنز، ده أي لون تاني. نبدأ أول حاجة بالكولومز. لما أجي أشتغل على الكولومز بعمل إيه؟ هو واخد أعمل أيزوليت للير بتاعت الكولوم والهاتشز. طبعا هو هيأيزوليت الوولز مع الكولومز. هو ما انا واخد الحاجات دي بره عشان اعرف اشتغل عليها. نفهم دلوقتي الايتابس بيفهم العمود ازاي. حساب كان بيفهم نقطه، هنا لا، هنا عشان يفهم ان ده عمود لازم تدخل له بولي لاين. بولي لاين مقفول نفس بالظبط شكل العمود الريكتانجل، وهو بيعمل انسرشن للعمود عند السي جي بتاعت البولي لاين ده او الجيومتريك سنتر بتاع الشكل. فانا دلوقتي محتاج ارسم بولي لاينز او ريكتانجلز حوالين كل الاعمده اللي انا هستخلها للايتابس. طب يجي سؤال، طب انا ليه هرسمها وهي موجوده اساسا؟ لان انا مش بكون ضامن الريكتانجلز اللي كنت مرسومها قبل كده دي، لانها بعضها جاي من معماري او حد شغال قبلي او حاجه، مش ضامن ان هي مقفوله صح، لان هي لو اي ميس الاينمنت حصل في القفله بتاعتها الايتابس مش هيقراها. فانا هعمل ايه؟ هقوم جاي واحول على ايتابس كولومز. المفروض دلوقتي اقوم جاي، طب افتح اللير. المفروض اقوم جاي بامر ريكتانجل راسم انا كل عمود كده. طبعا ده بيكون يعني شيء ممل جدا، فقال لك في حل لطيف. بدل ما تقعد ترسم واحده واحده، اعمل ريكتانجل كبير حوالين الاعمده كلها، وبعد كده استعمل امر باوندري بي او. امر باوندري لو انت جيت بقى عملت الشكل ده، جيت عملت كليك هنا هيرسم لك اي حاجه، هيشكل القطه هيرسم حواليه بولي لاين. فتعمل اول بيك بوينت ودوس هنا، هتلاقيه عمل ايه؟ رسم الشكل بتاعك حوالين كل حاجه. جميل. طب بس دلوقتي في مشكله، انا دلوقتي مش عايز ارسم الكلام ده حوالين الشير وولز. فهو مختار الشير وولز كده، او مختار اللاير بتاعت الكولومز واعملها ايزوليت، وامسح كل حاجه الشير وولز. الشير وولز مبدئيا هي اي حاجه طولها بيزيد عن عرضها 5 مرات. امسح اي حاجه شير وولز او كورس. عشان كده كل الحاجات دي، طبعا مجموعه الكولومز اللي فوق دي بس عشان كده الانشائيه، بس كان في كده انشائيه فدي مالناش دعوه بيها، حتى تلاقي هنا بره السلاب. طب تاني حاجه الولز، شغل اللاير بتاعت الولز واعمل لها اكتيفيشن. بالنسبه للولز او الشير وولز همثلها بخط واحد. الخط ده يفضل يكون في السنتر لاين بتاع الشير وول او الكور. طبعا بنرسم بلاين مش بولي لاين، خلي بالك. في سنتر لاين بتاع الكور او الشير وول يفضل. لو ما عرفتش مش مشكله، لان الفرق الصغير ده مش مشكله. واي حاجه طبعا
نسيت اقول في الاعمده، انت لما تيجي ترسم الكاميرا في الاعمده عشان تشيل، اما الكاميرا عايزه تحس بالعمود لازم تبقى الكاميرا بتمر بالسي جي ده اللي هو او السيجيومتريك سنتر اللي ظاهر. نفس الكلام في الوول، انا دلوقتي رسمت مسيت الوول دي بخط، عشان اي حاجه تحس بالشير وول لازم تبقى الخط ده لمسها، مش مهم القطع مهم الخط. وهكمل الكلام ده حوالين كل شير وولز. تقريبا مسحنا العمود ده بالغلط. اتسلكتد طبعا. حاجه زي الكور ده بيكون صعب انك تلقط السنتر لاين بتاع الحيطان، مش مهم، المهم انك تبقى الخط بس ايه لقط موجود في الريجن بتاعت الحيطه. الايرورز دي كلها ايرورز بسيطه جدا، والحسوكه فيها يعني بحب اقول حسوكه لان هي فعلا حسوكه، لان هي مش هتضيف لك كتير قوي في الاكيورسي، مزعجه جدا وهي مش هتضيف لك حاجه وتاخد وقت منك. فالشطاره انك تخلص شغلك باقل مجهود وباحسن دقه. طبعا زي ما قلت انت بتيجي ترسم اي حاجه بعد كده لازم تكون لامسه السنتر لاين ده، او مش السنتر لاين، الخط الاصفر اللي انت لامسه للحيطه، لان ده اللي الايتابس هيفهمه كانه الحيطه. لو بتشتغل على طول والدقة الصغيرة دي مش مهمة معاك بتلاقي شغلك ماشي بسرعة. حلو، اختار الحيطة بعد ما خلصت، اختار اللاير دي واللاير دي واعملهم ايزوليت عشان نرجعهم بقى على البلان نبدأ نكمل رسم عليه. طبعا خلي بالك لما عملت موضوع الهاتش التقيل ده الخط التقيل باين، اي حاجة لو فيها اي حاجة ناقصة بتكون ظاهرة عندك. فتحت اللاير دي بالغلط. بعد كده نخش على امر سلابس، نبدا بقى في السلابس الاكتيفيشن. ترسم ارسم السلاب بامر بولي لاين. هنرسم بولي لاين حوالين كل الحيطه، حوالين كل السلاب من بره بولي لاين لازم. الجي كيرف، الصح في الكيرفات اللي انت عايز ترسم الكيرف مظبوط بتستعمل امر ارك سكند بوينت عشان تقدر تحدد الكيرف ده بنقطتين عليه. تمام، انا ما بحبش ارسم اي حاجه في البرامج الاناليسيس كيرفات، لان في بعض البرامج بيحصل مشاكل. الايتابس ساعات ما بيحصلش، لكن السيف ساعات بيحصل فيه مشاكل كتير. انا بحب، فعشان اريح دماغي بحب ارسم كله بامر لاين، خط مكسر كده هي 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 يعني هيمثل الموضوع تقريبا كانه كيرف، والتكسيره طبعا على حسب هو بعده. طبعا هنا الخط ده طلع بره العمود، خلي بالك العمود بالنسبه للايتابس هو النقطه دي، فدلوقتي السلاب حاسه بالعمود فمفيش مشكله، مش مهم شكل القطاع، المهم النقطه اللي هي الجيومتريك سنتر. نفس الكلام على ده الخط ده، طبعا ده كيرف برده هو ماخده بنقطتين. ونفس الكلام هنا لازم تكون البلاطه حاسه، يعني الخط ده حاب شايل البلاطه مش الخط اللي بره البلاطه. قوم ايه قفل، اتاكد طبعا هتختاروا كده، اتاكد ان هو كله ماشي. رسمت دلوقتي البلاطات. طبعا انا بفضل انك دايما تشتغل بنفس الترتيب اللي انا قلت عليه، سلابس وولز كولمز سوري وولز سلابس بيمز اوبنز. فنيجي بعد كده على البيمز. بص بقى البيمز عايزه شغل، دايما البيم لازم تكون حاسه بسنتر العمود عشان تبقى متشال عليه، حتى لو الحيط الكاميرا مالت مش مشكله، المهم تبقى الكاميرا حاسه بسنتر كل عمود. ونرسم بامر لاين وارسم كل واحده لوحدها، ما ترسمهاش من الاول للاخر عشان تعرف تظبط موضوع السنترز دي. طبعا
حالة ان كورة شايلة كورة لازم ترسم الاول الميم بيم عشان تعرف تلقط التاني عليه. طبعا هتيجي هنا لازم تقوم لامس السنتر ده هنا، المهم تكون رسمت من اي حتة عليها، المهم تبقى انت الكاميرا في ريجن الكاميرا يعني خط الكاميرا في ريجن الكاميرا الحقيقية ولمسة التوسب بورس اللي شايلينها، سواء ده كولوم فلازم تمر بالسنتر بتاعه زي هنا او حيطة لازم تلمس الخط. طبعا زي ما قلنا بترسم الاول المين عشان السكندري تبقى جاي عليها، حتى لو مايلة شوية متقعدش تتعب نفسك انك تظبطها بالظبط. يعني مثلا بص حاجة زي كده تربط السنتر، كاميرا بره خالص العمود. طبعا ده ممكن يتظبط ليها شغل معين في بنعمل امر كونسترين وحاجات زي كده، ولكن انا في الاخر شايف ان ده كله مجهود ضايع ومش هيفرق في الدقه كتير. زي ما قلنا بنرسم المين الاول، صح لازم تبدا من الصن من النقطه دي عشان تبقى لمست، واي حته هنا مش تفرق، مش شرط تبقى بالظبط ايه فيرتيكال، المهم تبقى طالما في سبورت لازم تكون لمسه. وهنا طبعا السنتر بتاعته بفكر دايما بنستعمل امر لاين. المهم ابدا المس الاينمنت اللي حصل ده، ممكن لا ترجع تظبطه لو عايز، بس انا لو حصل معايا مش هرجع اظبطه لان ده كله تضييع وقت. مش مشكله المس الاينمنت برضو اللي حصل ده، بقول لك دايما دايما بحاول وانا بشرح وانا بشتغل باكد دايما عشان محدش يستغرب ان انا بعمله. او بص ده قديم اتشال على الحيط على الكاميرا الاول، وان كان مش تفرق كتير كاناليسيز وايز يعني، بس خلينا نعمل كده. او طبعا الشير هيزيد بس مش دي القصه يعني. اعتقد كده الكاميرات خلصت، لا لسه في كاميرا في هنا كذا كانتريبر ناقصين فوق. كده خلصنا الكاميرات، نيجي على اخر حاجه الفتحات، اخر حاجه مؤقتا يعني نفتح اللير بتاعتها ونشتغل عليها. وركز بقى جدا في الفتحات اللي انا هعملها. الفتحات طالما حواليها كاميرات او عمدان لازم تلمس خط الكاميرا اللي هو الدي اكس اف موديل بتاع الكاميرا، ولازم تلمس سنتر العمود، لان غير كده انت هتلاقي حصلت مشاكل عندك في الاناليسيس. فلازم تيجي كده السلالم كلها تعمل مكانها فتحات. اهم حاجه لازم قلنا لو في حيطان او كولومز او بيمز تبقى انت مرسوم مراسم معاه. طبعا ممكن
التلات سلمين مع الفتحة بتاعة الأسانسير تتعمل فتحة واحدة بس، يعني مش تفرق كتير. كمان الفتحة دي بص انا نسيت ارسمها، برسم بامر لاين وده غلط شائع يعني، غلط او غلط شنيع يعني. فانا اعمل ايه عشان احول؟ اختار ده كده واعمل له ايه؟ اعمل جوين يمارك ده كله بولي لاينز. طب هنا حصلت مشكله اكسب روت بقى، اعمل ازاي بس اللير دي، هشيل المجموعه دي عشان حصل فيها مشكله. اكمل بولي لاين طبعا، هكمل بقيه الفتحات كلها بنفس الطريقه عشان بس ننجز وقتنا. هيعمل حاجة أخيرة دلوقتي، البلاطات المتهبطة. التهبيطات نوعين، تهبيط زي كده، في التهبيط اللي زي كده اللي بيبقى خط واحد ده معناه إن البلاطة هنا سمكها أقل من البلاطة نفسها، والتهبيط ده معناه إن البلاطة نفس السمك بس خدت الكوع ده. اللي خد الكوع ده مش تعمل له موديل أو مش هيظهر يعني، هو كده كده نفس البلاطة لكن في تهبيطة، التهبيطة دي مجرد ديتيلة في التسليح، لكن دي محتاج تعملها لير لأنها بسمك مختلف. فتيجي هتعمل مثلا ايتابس سلابس، مثلا ايتابس سلابس لورد، تمام، مثلا تخلي ده نفس ده كده، مثلا ده لون اخضر، ترسم البلاطات دي، البلاطات اللي هي ليها هاتش واحد بس، مش مهم الحاجات، اي حاجات خفيفه بسيطه كده ما تقعدش توجع قلبك فيها عشان تضغطك وتظبط. رأيك كده مش مظبوط، انت كده طلعت بره الفتحه يعني، مش مظبوط بس يعني مش لطيفه. او كده كده طالما دي فتحه البرنامج هيقطع اي بلاطه مره بيها. عندك دي كمان، نفس الكلام في الثلاثة دول. طبعا هنا في كاميرا ناقصة، في ما كانتش ناقصة، احنا مسحناها بالغلط، والتبيط ده مش هتعمل فيه حاجة. طبعا قبل ما نخش في البرنامج انا نقول نقطتين، انا امتى برسم بلاطة تانية جوه البلاطة؟ في حالة من اتنين، لو عايز اغير سمك وعايز اغير الاحمال، لكن غير كده ما برسمش بلاطه جوه بلاطه، لان هو زي ما هنشوف بعد كده ان انا عندي بلاطه جوه بلاطه هياخد الاحمال بتاعه البلاطه الصغيره وهياخد السمك بتاع البلاطه الصغيره، ما اقصدش الصغيره في السمك، اقصد الصغيره في المساحه بس. فانا كده نعتبر خلصنا الدي اكس اف كتجهيز ان احنا ندخله على برنامج الايتابس. شكرا والسلام عليكم.